نبدأ بالحديث عن استراتيجية الأناكوندا الإسرائيلية اللي بتستخدمها ضد حزب الله وحماس كمفهوم عسكري. لها جذور قديمة كفكرة، وأول استخدام معروف لها كان خلال الحرب الأهلية الأمريكية حين طبقها الجنرال الأمريكي وينفيلد سكوت تحت اسم خطة الأناكوندا لمحاصرة ولايات الجنوب عبر تطويق الجنوب الأمريكي بحصار طويل المدى بحريا على الموارد والسيطرة على نهر المسيسيبي وعلى كل الحدود البرية لعزلها ومنعها من الحصول على الإمدادات ثم الهجوم عليها بعد إضعافها، تماما كما تفعل الأناكوندا عندما تخنق فريستها ببطء عبر التطويق التدريجي والضغط المستمر حتى الاستسلام أو الموت. إذن الحصار رقم واحد، اتنين ضربات نيرانية، احنا بنتكلم عن إسرائيل دلوقتي، ضربات نيرانية مكثفة على مراكز القيادة والسيطرة والاتصال، زي ما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي النهاردة بيقول لا يجب منح حزب الله فترة للتنفس. ثلاثة، استهداف القيادات العسكرية الكبرى بعمليات نوعية زي ما حضراتكم شايفين قيادات من حماس وقيادات من حزب الله بيتم القضاء عليها. أربعة، ضرب مقومات الحياة من مأكل ومشرب ومشافي وطرق وأماكن تجمع البشر، وهو ما يسمى بسياسة الأرض المحروقة سكورشت إيرث بوليسي. خمسة، الهجوم البري لإحكام السيطرة والقضاء على أي جيوب مقاومة من الخصم. ستة، استخدام العنف بمعدلات أكثر من المطلوب لخلق حالة من الهلع المفضي إلى الردع وفقا لاستراتيجية موشي ديان باسم الكلب المسعور. قال إن إسرائيل يجب أن ينظر إليها من جيرانها على أنها كلب مسعور خطير جدا ولا يمكن إزعاجه. سبعة، ثم وقف إطلاق النار والتفاوض من موقع المنتصر بدون تقديم تنازلات، يعني تفاوض بطعم إملاء الشروط ولا تفاوض حتى تحقق التكتيكات الستة السابقة. طيب ماذا إذا كان العدو أكبر أو أبعد من أن يحاصر؟ إذن تتحول إسرائيل من استراتيجية ثعبان الأناكوندا إلى ثعبان الكبرى، أي لدغ العدو بشكل استباقي إن أمكن، مفاجئ إن أمكن، سريع إن أمكن، قوي إن أمكن في أهم مصادر قوته مثل المنشآت النووية أو العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية وربما حتى المدنية. وهو ما يبدو متوقعا بشأن الرد الإسرائيلي المنتظر ضد إيران اللي هنبحثه النهاردة والذي يمكن أن يكون خلال الساعات القليلة القادمة مع وجود مؤشرين. أولا، وصول قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي السنت كوم الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل، وثانيا إلغاء العديد من الرحلات إلى مطار بن غوريون الليلة. وبما أن هناك إشارات قوية في الإعلام الإسرائيلي لرد قوي على هجمات إيران من خلال استهداف واسع النطاق على منشآتها سواء النفطية أو العسكرية أو النووية وربما أبعد من كل هذا نووية وما قد يرتبط بها، فإن الأمر جد لا هزل فيه.